مرحبا منير عجم، اشتقنا لكم، صرنا زمان ما سجلنا فيديوهات. اليوم حسجل عن يمكن اكثر من فيديو. حنبلش باول فيديو اللي هو له علاقه ب تشينج مانجمنت، اداره التغيير، ويمكن بعض المفاهيم اللي ممكن تكون مش واضحه من خلال الدرس اللي بيدرس البومباك ولا هالامور، لانه البومباك كثير ما كثير بيوضح مواضيع التغيير وتشينج مانجمنت. خلينا نركز شوي، يمكن سامع التعابير الانجليزيه يعني اكيد بيشرح بس ما بيعبر بطريقه واضحه كثير، مما عم بيؤدي احيانا الى سوء الفهم والتغيير بين موضوع البروجكت مانجمنت بلان والتشينج مانجمنت والديفيشن وهالامور هاي. يعني مثلا احد لما بحكي بروجكت تشينج، يعني في احد الاسئله مثلا كان عم يطرح على الفيسبوك له علاقه بالبي ام بي، انه مين عنده صلاحيه يوافق على تشينج مثلا. هي احد الاسئله اللي عم تريجر لهالفيديو. سبونسر للبروجكت مانجر ولا هيئه محدده، يعني تيم من ضمن البروجكت تيم ولا خارج البروجكت تيم، يعني المقصود فيها هون تشينج كنترول بورد ولا التشينج ريكويستر مثلا. مين له حق يعطي القرار؟ هلا بالطبع احنا يعني هذا بعتبر هذا احد الاسئله اللي شوي زنخه بالامتحان، لانه بالنهايه من الاصل الاربع اجوبه اللي بنعطيك خيارات، ثلاثه منهم صح وواحد غلط. طيب اي هو الاصح؟ ما بنعرف، يعني هون اذا السؤال مش موضح اكثر مش قادرين نعرف. ليش ممكن يكون فرق هون؟ لانه مثلا مين المسؤول، مين بيوافق على التغيير؟ هلا عم نستخدم كلمه التغيير، احنا هون مقصود فيها تشينج ريكويست، يعني سبيسيفيك تشينج مش ديفيشن. هلا بنشرح يمكن الفرق بين تشينج وديفيشن اما فاريشن. التشينج كبومباك ممكن يكون في عندنا ثلاث انواع من التشينجز باي مشروع، اما اكثر حتى، بس خلينا نحكي على ثلاث انواع الرئيسيه. اول شيء ممكن يكون عندنا تشينج تو كونتراكت، يعني عندنا نحن اذا في عندنا كونتراكت، وطبعا هون بالدول العربيه بنستخدم كلمه فاريشن اوردر. بالبومباك ما فيش اسمه فاريشن اوردر، في اسمه تشينج اوردر. هلا تشينج اوردر هالناحيه اذا في هو تغيير العقد، يعني في عندنا عقد نحن كونتراكت مع مقاول مع شركه استشاريه بغض النظر، وبدنا نعمل تغيير اللي كان بالسكوب ولا بالسكجول ولا باي موضوع ثاني، نزيد ولا ننقص، لازم بطبع بوجود الكونتراكت في عندنا كونتراكشوال ريليشن، في فورماليتي، لازم يكون تغيير يجي عبر فورمال تشينج ريكويست، وبطبع بيجي موافقه على تشينج ريكويست بيصير فورمال تشينج اوردر. سو هيدي تغيير العلاقة بالعقود. هلا مين في يمضيها؟ بالنهايه حسب نظام الشركه، كل شركه عندها نظام مختلف. يعني انا شغل سابقا مع شركات، مدير مشروع عنده صلاحيه يمضي تغيير لحد مبلغ محدد. ببعض الشركات الثانيه بتقول لا، مدير المشروع ما له حق، لازم ترجع على البروكيمنت ديبارتمنت. البومباك من منطق الاكزام، اذا بنحكي نحن هلا طبعا بالحياه متبع البوليسي تبع الشركه على كوكب الارض، بكوكب المريخ بالبي ام بي بدنا نعمل افتراضات. الافتراض الاول انه اي العقود اللي بيمضيها هي البروكيرمنت ديبارتمنت. اوكي، كمان مثل ما قلت انا شغل بشركات، لا المدير المشروع قادر يمضي عقد، بس حسب نظريات البومباك والامتحان والبي ام بي، حتى ما بعرف اذا البومباك واضح بهالنقطه، بس على الاقل للامتحان بالبي ام بي، انه عادة عقود منضية من البروكيرمنت ديبارتمنت، معناتها اي تغيير باي عقد لازم يرجع للبروكيرمنت ديبارتمنت. اوكي، سو هذا نوع من التغيير، نوع من البروجكت تشينج اللي هو تشينج تو ان اكزيستينج كونتراكت. اوكي، عادة اللي ماضي الكونتراكت ولا عنده صلاحية يمضي هو اللي بيمضي اي تغيير للكونتراكت. طيب بس في نوعين تشينج تانيين، ما بعرف البومباك بيوضحهم، بس انا بناء على خبراتنا وشغل بالمشاريع، مبدئيا في عندنا شيء بنسميه احنا بروجكت تشينج اما بروجكت اوبجكتيف تشينج. هلا بروجكت تشينج ممكن يكون في تغيير بالخطه، يعني احنا عم نشتغل على مشروع الهدف واضح وقادرين نغير بالخطه، يعني نزيح شغله من هون نعمل قبل هي، انه في ممكن يكون في تغيير بالسكجول، اي شيء من هالنوع.
اذا من ضمن اهداف المشروع ما في تغيير على اهداف المشروع على الاوبجكتيف تبع المشروع، مع اذا مدير المشروع عاده ما نرجع كمان حسب المؤسسات، وكل مؤسسه هنا ما فينا ناخذ البومبا جايد والبي ام بي كالمرجع، لانه كل الشركات عندها والمؤسسات عندها نظام عمل محدد. بس بشكل عام نرجع نستخدم كلمه هون البي ام بي، اذا البروجكت اذا في تشينج من ضمن البروجكت اوبجكتيف ما في تغيير البروجكت اوبجكتيف، معناتها مدير المشروع عاده عنده صلاحيه يمضي ويوافق على التغيير اذا ما هو عامل التغيير. هلا اذا في تغيير للاوبجكتيف، الاوبجكتيف وين مدونين؟ الاوبجكتيف عاده مذكورين، اما المين اوبجكتيف تبع المشروع هو من ضمن البروجكت شارتر كبي ام بي. طيب البروجكت شارتر المسؤول عنه هو البروجكت سبونسر، معناته اي تغيير له علاقه بالاوبجكتيف تبع البروجكت، الوحيد اللي حق يوافق عليه هو البروجكت سبونسر. هذا اذا بطبع ما في اي تغيير بالنظام ولا البروجكت سبونسر عمل ديليجيشن للبروجكت مانجر. عم نحكي نحن نورمال بروسس. يعني هون مختصر صار عندنا ثلاث انواع عقود ذكرنا عنهم، عندنا اذا تغييرات سوري تشينجز، تشينج تو كونتراكت عادة اللي مضي الكونتراكت له حق يمضي التغيير، بي ام بي بنقول بروكيرمنت ديبارتمنت. اذا بروجكت تشينج ما بيغير بأوبجكتيف تبع المشروع باهداف المشروع، مدير المشروع عادة عنده صلاحية يغير. اذا مشروع في تغيير بالأوبجكتيف سبونسر. هلا بالبي ام بي في كمان وبالبومباك في كمان شيء اللي اسمه تشينج كنترول بورد. هلا انا صار اشتغل بإدارة المشاريع وبروجكت على بروجكت وإدارة مشاريع وبروجكت مانجمنت كملنا 30 سنة تقريبا وأكثر. كتشينج كنترول بورد شايفه بحياتي العملية، أنا مش عم بقول أنا صح عم بحكي، أنا اللي شايفه واللي خبراتنا كمان من الكلاينت 30 سنة خبرة وما بحكي شركات من شركات مثل أكسون وغيره. تشينج كنترول بورد استخدمناه ككونسبت ب 1 ميجا بروجكت، وهذا تشينج كنترول بورد كان فريق من ضمن الفريق العمل. يعني نحن من البروجكت تيم كان عندنا ناس من انا كنت من عم بشتغل من ضمن البروجكت اونر اورجانيزيشن، صار عندنا ناس من البروجكت اونر اورجانيزيشن ومن الكونتراكتور اورجانيزيشن اللي عم نشتغل سوا. كنا عندنا فريق نحن كل تشينج ريكويست بيجي نحن بنراجعه. وهون بالطبع نحن كفريق كتشينج كنترول بورد فينا نقدم اقتراح، ما فينا نعطي موافقة نهائية ولا رفض. نحن بنقدم اقتراح، بندرس التشينج وبنقدم اقتراح لمدير المشروع البروجكت دايركتور، انه كان مشروع ميجا بروجكت، بنقول له يا حضرة البروجكت دايركتور في هالاقتراح هذا، في اقتراح لتغيير محدد، نحن كتشينج كنترول بورد نقترح رفض ولا القبول. بطبع البروجكت دايركتور ممكن يسمع لنا ممكن ما يسمع لنا. سو كانت الصلاحية عند البروجكت دايركتور. هلا في بعض اذا تشينج كان اعلى من صلاحيات البروجكت دايركتور كنا نطلع عند البروجكت اونر اللي هو السبونسر، يعني بتفهيم البي ام بي. سو ممكن يكون ببعض المنظمات في شيء اسمه تشينج كنترول بورد من داخل الفريق مثل المثل اللي شرحته هلا، ولا خارج يعني بمشاريع يمكن داخل المؤسسات الصغيره ممكن يكون في تشينج كنترول بورد بنرجع له اذا في تغييرات. هون شو صلاحيه تشينج كنترول بورد؟ الموافقه او رفض التشينجز. اوكي ممتاز. هل هذا الشيء بيعني انه سبونسر ما بقى عنده صلاحيه ولا بروجكت مانجر؟ ما فيني اعطيكم جواب. مشان هيك انه اسئله البي ام بي احيانا بدنا نضطر نعمل افتراضات، وي هاف تو اسيوم ثينجز اند ان لايف وي ليرن نوت تو اسيوم. ما رح نشرح ليش اسمو اسيوم اي اس اس يو ام اي يمكن تطلع معكم. سو بيسكلي نحن بنفضل ما نعمل اسامبشن، بس الامتحان مضطرين احيان انه نقرا السؤال ونجي. طب اذا عندي سؤال انا هون مثل هذا السؤال ما بيحدد نوع التشينج، وانا عندي من الاجوبه ثلاثه ممكن يجاوبوا، وين بدي اجاوب؟ جود لك. اذا بده ياخذ البي ام بي your guess is as good as mine. يعطيكم العافيه.